عندي الوثائق انايا هذه تاع الجده تاعي في 1900 معتقل في 1957. طلبنا من البلديه باه تخرج تحدد لها المعلم تاعها باه تدي طرونش باسينيلا باه تدي طرونش تاعها الاولى صافي. ما بغاش يخرج لايش البلديه ما بغاش يخرجوا لهنا. رحنا ليهم وطلبنا منهم ارواح وقلنا لهم حنا نختار عليكم معليش راك تقولوا ما عندناش دراهم ولا حنا نخلصوا اللي تخرجوا ليكسبير حنا نخلصوه انتم خرجوه لنا باك يحدد لنا المعالم تاعها سنين ولا 70 مليون تاعها. طاو لنا ليفري فرونسي، طاو لنا عقد الملكيه، طاو لنا شهاده الهدم، طاو لنا غرس المشروع، عطاو لنا كلش. وكاين الناس اللي يجي يبني اللي يجي يخدم يتحرك يعرضوه الناس. سوونا الوضعيه في سنه 2011، من 2011 طاو لنا رخصه البناء، طاو لنا كلش. من ثم حتى اليومين هذا مازال ما تسويش الوضعيه مازال ما تسويتش. والمشكل هو انه كاين مشاكل هنا عده. كاين احنا طلبنا منهم يجوا يديروا لنا تحديد المعالم، قال لك تحديد المعالم درنا في 2014 علما انه 2014 داروا غير 11 شخص. حنا طالبوا باللي فتح الطريق من جهه من هي وتسويت الوضعيه تاع المحتشد هذا ما كان الكواغط عندنا، كاع عندهم بطاقه عقاريه ليبريت فرونسي كاع عندهم الكواغط. انا نطالب سوينا الوضعيه تاعنا هكذا دوك الارمله هذه اللي عندها 11 شهيد وما عندهاش. الناس هذه استفادت عن طريق الدواء عقود الامتياز الدواء الدفاتر العقاريه يطالبوا بالبورناج. هذا البورناج هذا بون البلديه بورنات لهم وعطت لهم القطعه تاعهم واستفادوا بالاعتراف بسموت بورناتهم في 2014. حاليا ما كاين حتى مشكله، يروح الناس هذه تخدم وتبني وربي يسهل عليهم. هذا تحدد المعالم صرا في 2014، كانت تحصرات تحدد المعالم وهم راهم حاليا عندهم العقود تاعهم وعندهم الليفري فونسي، يروح يحدوا كل واحد يحدد القطعه نتاعو يجيب ان اكسبير ويحددها بارابور للبلديه. ما كان عندنا حتى مشكل مع هذه العباد، راهم مستفادين.